العالمين يعطيكم العافية. اليوم نأخذ درس بالاجتماعيات القواعد والتعليمات في البيت، بس بدنا نراجع أول إشي القواعد والتعليمات في المدرسة. حكينا المرة الماضية إنه في تعليمات وقواعد يجب اتباعها عند الحضور إلى المدرسة. أول شيء أحضر إلى المدرسة قبل قرع الجرس، حكينا من لازم نتواجد قبل ما يدق الجرس. أستأذن قبل أن أتحدث في الصف، حكينا يجب أن تطلب الإذن من المعلمة قبل أن تتحدث بالصف. الصف في ساحة المدرسة بنظام، يجب أن نصف في ساحة المدرسة بنظام من القصير إلى الطويل دون التحدث، ويجب أن يكون الطابور منتظم. أحضر جميع أدواتي المدرسية، حكينا أنه لازم تحضر جميع أدواتك المدرسية حتى ما تأخذ من أصحابك وتلهيهم أو أنت تلتهي عن الدراسة. أرتب كتبي وأدواتي في حقيبتي، عند الانتهاء من كل مادة يجب وضع الكتاب في الحقيبة وإخراج الكتاب الذي يخص المادة الثانية. أستأذن قبل أن آخذ شيئا من أحد، لازم تستأذن قبل أن تأخذ أغراض أصحابك حتى يكون عندهم علم أنه أنت أخذتهم، ما يعودوا يدوروا على الأغراض. أتعاون مع زملائي وأساعدهم، يجب أن تتعاون مع زملائك في الصف لأنكم عايشين بصف واحد ويجب أن تساعدهم ويساعدوك. إذا من حقك أنك تحصل على تعليم جيد، ومن واجبك أنك تحترم معلمك وزملائك. هاي القواعد والتعليمات في المدرسة. الآن سنأخذ بعض القواعد والتعليمات في البيت. اليوم نأخذ بس 5 قواعد، ما رح نأخذهم كلهم، بس 5 قواعد. أول إشي في البيت إنه إحنا عايشين، إحنا عائلة تعيش في بيت واحد. حكينا العائلة هي مجموعة من الأفراد تتكون من أب وأم وأخ وأخت يعيشون في بيت واحد، إذن كلنا عايشين في بيت واحد. هلأ كوننا إحنا كلنا عايشين في بيت واحد، يجب علينا ماذا؟ التعاون بين أفراد الأسرة. بدك تتعاون بشغل البيت، بدك تتعاون بترتيب خزانتك، بدك تتعاون بترتيب سريرك، هذا هو التعاون بين أفراد الأسرة. أستأذن والدي عند الخروج من المنزل، إذا أنت حبيت تطلع من البيت بدك تروح تشتري، بدك تروح تلعب مع أصحابك، بدك تنزل على الساحة، لازم تأخذ إذن والديك حتى إذا تأخرت ماما وبابا يكونوا بيعرفوا وين أنت، ما يقعدوا يدوروا عليك. إذا التعاون بين أفراد الأسرة، يجب أن نتعاون بين أخواني ونساعد والدتي في أعمال البيت ونساعد في بابا في الأشياء التي يحضرها إلى البيت ونحملها عنه. أستأذن والدي عند الخروج من المنزل، حكينا لما بدنا نطلع من البيت لازم تأخذ إذن ماما وبابا. خبر ماما أنت وين رايح، احكي لبابا أنا رايح عند صاحبي، أنا رايح عند دار عمي، أنا بدي أنزل على الساحة ألعب كرة قدم. خليهم يعرفوا أنت وين، علشان إذا اتأخرت أو ليلت الدنيا أو ما أجيت هم يكونوا يعرفوا أنت وين، مش يقعدوا يدوروا عليك. القاعدة الثالثة، أرتب ملابسي في خزانتي. كل واحد فينا عنده خزانة بتخصه، وكل واحد فينا أواعي محطوطين في مكان معين. إذا أنت عندك خزانة وأخوك عنده خزانة وأختك عندها خزانة وعدد أخوانك 5 6، إذا كل واحد عنده خزانة أو كل واحد عنده رف بالخزانة بيرتب فيه أواعي. إذا أنت رتبت أواعيك وأخوك رتب أواعي وأختك رتبت أواعيك، إذا بقيت الخزانة مرتبة طول اليوم. أما إذا أنت خزانتك مش مرتبة وأخوك مش مرتبة وأختك مش مرتبة، ما بدها تيجي ترتب الخزانة كلها، رح تتعب وما رح تلحق. فكل واحد يتعاون ورتب خزانته حتى تبقى منظر الخزانة جميل، وماما ما بتتعب، انت بتوفر عليها وقت وجهد. لا ألعب بالكرة داخل المنزل، طبعا هذا ممنوع القرار في كل بيوت، ممنوع الكرة تلعب فيها في البيت. أول إشي فيه أضواء وبتخرب وبتتكسر، تاني إشي في عنا شبابيك مصنوعة من زجاج، إذا الكرة ضربت في الزجاج بينكسر، رح نتغلق ونبرد بالشتاء والأزاز يعبي البيت وبابا يروح يشتري شباك جديد. كمان عنا ثريات في البيت، أنت كيف بدك تلعب فيه ثرية في البيت؟ إذا الكرة ضربت في الثرية أو ضربت في الضوء أو ضربت في النيون ما بصير أنت تلعب في البيت. البيت للناس تجلس فيه وتنام فيه وترتاح فيه وتدرس فيه، مش للعب كرة القدم. كرة القدم إلها أماكن مخصصة يجب أنك تذهب عليها وتلعب فيها، وهذا المكان يسمى الملعب. إذا لا ألعب بالكرة داخل المنزل، ما تلعب لأنه كونك لعبت رح تكسر، كونك لعبت رح تخرب. عدم الكتابة على جدران المنزل، عدم الكتابة على جدران المنزل. طبعا الأولاد الصغار بيكون معهم ألوان، بيكون معهم أقلام، بصير بده يكتب على الحيط. أنت وظيفتك لأنك كبير وفهمان، فهمه
احكي له ما بصير تكتب على على الحيط، الحيط مش لوح والحيط مش ورقة. إذا إجا عندنا ناس وشافوا الحيط مكتوب عليه أو مرسوم عليه أو مخربش عليه، شو رح يحكوا عن بيتنا؟ مش نظيف. إذا أنت حافظ إن يكون الحيط نظيف، إذا أنت حافظت على الحيط يكون نظيف، وأختك حافظت على الحيط يكون نظيف، وماما ليفت الحيط ونظفته، إذا هي البيت رح يصير نظيف. أما إذا أنت مسكت قلم ألوان خربشت، وأختك إجت مسكت قلم ألوان ورسمت، طب تخيل الحيطان شو رح تصير؟ هذا حيط بيت مش حيط مرسم، مش حيط صف عشان تكتب عليه. إذن بدنا نحافظ على عدم الكتابة على جدران المنزل. اليوم بس أخذنا 5 قواعد اللي هم التعاون بين أفراد الأسرة، أستأذن والدي عند الخروج من المنزل، لازم قبل ما نطلع من البيت نخبر ماما وبابا إحنا وين رايحين، أرتب ملابسي في خزانتي، رتب ملابسك ورتبهم في رفك بحيث يكون شكله حلو جميل، وإنت ما تتغلب لما بدك تطول أواعي من الخزانة وتهد الخزانة، خلص لما يكون مرتب بالطول اللي بدك بكل أريحية وبأقل وقت. لا ألعب بالكرة داخل المنزل، حكينا ممنوع لعب الكرة في المنزل لأنه أنت رح تخرب ورح تكسر، حكينا في شبابيك في ضواء في إثريات، حتى الكرة لما تيجي براس أخوك الصغير رح تأذيه، إذا إجت بالتلفزيون رح تكسره، فحاول إنك أنت ما تلعب الكرة داخل المنزل. عدم الكتابة على جدران المنزل، حكينا من نحافظ على الحيط اللي في البيت حتى ما نكتب عليه وما نرسم عليه وما نوصفه، حاول يكون نظيف ويكون مرتب. هدول 5 قواعد اليوم رح ناخدهم بس في البيت حتى نطبقهم. الأسبوع القادم إن شاء الله رح نكمل القواعد الأخرى.